بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يا ناظرا في نعم المولى تعالى الوهاب، ويا مقلب الناظريه في آلائه الرضا، فإنك لن تجد في نعمائه أعظم من هدايتك إلى الإسلام وتوفيقك إلى دين الفطرة والتمام. فسر ربك تعالى دوام التوفيق وسلامة الطريق، وقل دوما وبقلب حاضر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى علي، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. التوفيق أجل ما نزل من السماء، فما الذي ينزل التوفيق من السماء؟ إنها أسباب، جعل الله تعالى هذه الأسباب بينة في كتابه: يبصرها الذين ينفذون بأبصارهم من تلاوة الألفاظ إلى ما احتوته من المعاني الكبار من الأمور التي يحصل بها خير الدنيا وخير الآخرة. إن من أهم أسباب توفيق الله تبارك وتعالى لعبده النية الحسنة، فبالنية يبلغ العبد من توفيق الله تعالى ما يبلغ. يقول ابن القيم: النية رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، وبها يستجلب التوفيق. لأن الله تبارك وتعالى أول ما ينظر من العبد إنما ينظر إلى ما في قلبه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول الله جل وعلا في إشكال النشب وشقاق حصل بين زوج وزوجة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ما شأنهما؟ إنهما يبحثان في طرق الإصلاح، لكن الله نبههما إلى ما يدركون إلى ما يدركان به الغاية، فقال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك عليك أيها الأخ الكريم أن تمحص النية لرب العالمين، وحقيقة ذلك نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. فكلما نظرت إلى الله تبارك وتعالى، إلى ثوابه والخوف من عقابه، إلى رحمته، إلى ما أعد الله تعالى لأوليائه، كلما جاءتك نفحات التوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيخ راحلته بمكان المسجد اليوم ولا ينزل، ثم تقوم، ثم تجول جولة، ثم تعود إلى مبركها الأول. ما من قلب يومئذ مؤمن من أولئك الأنصار الأخيار إلا ويتمنى أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لكن الذي أوقفهم قوله عليه الصلاة والسلام: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. هذا الذي أحجم بهم أن يتقدموا. هنا يأتي التوفيق. أتى أبو أيوب الأنصاري إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقرب الرسول. أنت تقول: خلوا سبيلها، أنا وناقتي، ترك الناقة وترك من عليها، فأخذ الرحل وأدخله بيته. فلما نزل عليه الصلاة والسلام سأل عن متاعه، عن رحله، قالوا: في دار أبي أيوب. ماذا قال؟ قال: المرء مع رحله. هذا توفيق من الله لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفيق، أي توفيق؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سكن في داره. هل تحسب أن أبا أيوب رزق هذا؟ والله قادر على أن يرزقه من غير سريرة منه، لكن لله حكم. أورث أبو أيوب قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلامة صدر وصدق مع الله جل وعلا، فوفق لمبتغى وهدي إلى هذا الصنيع. وإنما يصرف العبد عن توفيق الله تعالى بسبب سوء نيته،
وتكبره على خالقه. قال ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لماذا يصرف الله تعالى عنهم آياته؟ لأنهم تكبروا عليه جل وعلا، لأن ما أصابهم من العجب كان سببا من أسباب الصرف عن الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثم إن من أسباب توفيق الله تبارك وتعالى لعبده في الحياة أن ينخلع العبد من حوله وقوته، وأن ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، فيجعل الحول كله والقوة كلها فيه سبحانه وتعالى. تتحرر من قوتك وعلمك وحسن ظنك بنفسك، وأن تعلم أنه ما كان لك أن تصل إلى مقصودك بغير الله، والله لن يصل إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ هذا الشعور بالحاجة إلى توفيق الله عز وجل هو شعار الأنبياء والصالحين. فنبي الله شعيب يقول مخاطبا قومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عليه الصلاة والسلام يعلنها على الملأ أنه إن كان من خير فمن الله وحده، وإن كان سوى ذلك فالله بريء منه. ولذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم كان شعاره: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أمرنا إذا سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح من المؤذن أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة لنا في إجابة هذا النداء والمثول بين يديه سبحانه وتعالى راكعين ساجدين إلا بأن يوفقنا رب العالمين. إن جهرك بقولك بعد الصلاة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هو إعلان للافتقار إلى الله تعالى، إعلان للضراعة. والعبد إذا افتقر إلى الله تعالى استمطر منه التوفيق. العبد إذا أعلن أنه ما له سبيل ولا له طريق إلى إدراك مطالبه، فإنه يعلن فقره إلى الله، وإعلان الفقر إلى الله أكبر المفاتيح التي تستمطر بها الخيرات. من ظن أنه يستغني عن الله جل وعز ووثق بنفسه وقدراته ونسي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه في هذه الحالة يوكل إلى نفسه ويحرم التوفيق. ولذلك إمام المتوكلين ورسول رب العالمين الذي أحبه ربه وأعطاه كان يدعو ربه ومولاه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. من وكل إلى نفسه خاب وخسر، ولقي في الدنيا ضنكا وعنتا، ولقي في الآخرة ذلا وخزيا. ومن الأسباب التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه من أسباب التوفيق ومفاتيحه إنه صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. يقول النبي صالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فتوفيق الله تعالى لا يتأتى إلا بالتوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. إنه التوكل ذاك الذي إذا حققه العبد أدرك كل مطالبه، فإنه لا أنجع ولا أنفع ولا أسرع في تحقيق المطالب من تفويض الأمر إلى الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن العبد إذا صدق في توكله أدرك مطلوبه ولو كان من أعسر ما يكون، فإن التوكل أمضى الأسباب وأنفعها. وقديما قالوا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن التوكل حقيقته أن يلجأ العبد إلى ربه، أن يطرح بين يدي الله تعالى، أن يصدق في اعتماده على ربه جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. فمن حقق هذا فقد استمطر التوفيق. من حقق صدق التوكل على الله تعالى أسرعت إليه الخيرات واندفعت عنه الشرور. يقول الله تعالى:
في محكم التنزيل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والكفاية هي أعظم ما يدركه الإنسان من وقاية الشر وإدراك الخير، وبه يعرف التوفيق. نسأل الله التوفيق. ومن جميل التماس العبد لتوفيق ربه أن يلزم الذكر المتعلق بهذا التوفيق: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم عليه السلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقولها في كل يوم سبعا. وهذا من أعظم ما يستجلب به العبد توفيق الله تبارك وتعالى في دفع الضر أو جلب الخير. فثق بالذي لم يجمع الملك والثناء، سواه تعالى من له الخلق والأمر، له اللطف بالعبد الضعيف، كما له الجلالة والتعظيم والعز والكبر. نعدد من أسماء أسماؤه حسنى وليس لها حسن، ففوض إليه الأمر واعلم بأنه هو المرتجى المأمول نائله. ومن أسباب التوفيق أن تجاهد نفسك في عمل الخيرات. قال جل وعز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكلما اجتهدت في طاعة، وكلما اجتهدت في ترك معصية، وفقك الله تبارك وتعالى. وتذكر قول الله جل وعز: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالذي تكون منه تلك المبادرة وذاك العمل وذاك الإقبال، فإن الله جل وعز سييسره لليسرى. ففي الحديث الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول الكتاني رحمه الله: إذا أردت التوفيق فابتدئ بالعمل. ويقول أبو سليمان الداراني: إن التوفيق مقرون بالقربة. تعرض إلى نفحات الله في الأعمال الصالحة كالصلاة، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. هل يوم نريد التوفيق ونحن نقطع الحبل الذي بيننا وبين الله، يدخل أحدنا في الصلاة فلا يستشعر ماذا يقول، والبعض يضيع الصلاة ثم يريد توفيق الله. والله لو وفقنا في الصلاة وأدائها خاشعة لوفقنا في كل شيء، وفقنا في الرزق، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. سلينا في مصائبنا وهمومنا، لأن الله يقول في المصيبة وعند الكربة: واستعينوا بالصبر والصلاة. أصبحت نفسيتنا منشرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من صلى الفجر في جماعة أولا فهو في ذمة الله. يا أخي تخيل تصلي الفجر فتصبح في ذمة الله، في توفيق الله، في حفظ الله، في عناية الله، في بركات الله تنقلب. طاعتك وحسن سريرتك وبرك بوالدتك فيما يغلب على الظن أن هذه الثلاثة من أعظم أسباب التوفيق. بر الوالدين، وما أكثر ما نسمع عن تقصير في بر الوالدين. أنا لا أقول العقوق، بعض الناس إما أن لا يكون عاق وإما أن يكون عاق. هناك شيء أعظم هو بر الوالدين: الإحسان، البذل، الزيادة في العطاء. والله لن تجد إنسانا موفقا في الدنيا وهو عاق لوالديه. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم
ثمانية إلى ثمانية ثمانية أربعة تسعة تسعة فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إنه السبب الآخر من أسباب التوفيق أن تنيب يا عبد الله إلى الله جل وعلا. والإنابة إلى الله سبحانه وبحمده حقيقتها عكوف القلب، لزوم القلب لطاعة الله تعالى، لزوم القلب لمحبة الله تعالى، لزوم القلب في المسارعة إلى الله سبحانه وبحمده. إنها ثلاثة أعمال بها يتحقق مقام الإنابة الذي هو من أشرف المقامات وأعلاها. إنه لزوم للطاعة، لزوم للمحبة، إقبال على الله تعالى. إنها اختصار لذاك العمل الصالح ظاهرا وباطنا الذي به يستمطر التوفيق. ومن أسباب التوفيق الدعاء، كما قال ذلك العالم الصالح في تربيته لابنه: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى. يقول سهل بن عبد الله التستري: الأعمال بالتوفيق، والتوفيق من الله، ومفتاحها التضرع والدعاء. ادع الله أن يوفقك كما دعا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكما كان في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويدعو الله أن يوفقه ويهديه لأحسن الأخلاق ويهديه لأحسن الأعمال. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد غرس هذا الأمر في نفوس أمته حينما مارس كل ذلك عمليا، فعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أهميتها وقيمتها، لأن عنوانها الرئيس هو التوفيق. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعلم الصحبة الكرام: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وهكذا أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي يا رب، لأن العلم عندك، ولأن القدرة قدرتك، ولأن الحول حولك. وكلما كان العبد كذلك فإنه يوفق من الله سبحانه وتعالى فيما أراد من الأمور تركا أو عملا. فإذا تردد الإنسان في أمر من الأمور، ثم استشار، ثم هم بالإقدام على أمر لا يدري ما الله قاض فيه، كما قال القائل: فما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. وهي حالة تعتري كل إنسان حينما يجد نفسه على مفارق الطرق، فيفزع إلى هذا الدعاء العظيم الذي به سكينة النفوس وطمأنينة القلوب. فحري بك أيها الأخ الكريم، يا من بذلت الأسباب وعملت ما عملت، تذكر سهام الليل، تذكر قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. فحينما يستجيب الله جل وعز لك، معنى ذلك أن التوفيق سيحضر لا محالة. فهنيئا لمن وفق لدعاء الله عز وجل، وهنيئا لمن استجاب الله سبحانه وتعالى له، فكان التوفيق هو عنوانه الذي حضر دائما معه في حياته كلها. اللهم بعلمك بحالنا، وقدرتك على إصلاحنا، ورحمتك التي لم تزل تعاملنا بها منذ خلقنا، أتمم علينا نعمتك، وأوجب لنا رضاك ورحمتك، وأجزل نصيبنا من جزيل لطفك وخفي عنايتك. اللهم وفقنا للعمل بموجبات رضاك، ولا تحرمنا عطاءك، ولا تقطع لنا بنا دونك، ولا تخيب رجاءنا فيك، ولا تولنا أحدا غيرك،
ولا تحرمنا خيرك يا من خير الدنيا والآخرة في خزائنه، وأهل السماوات والأرض مفتقرون لرحمته. وإذا وفقك الله عز وجل لنعمة فعليك بالشكر، فبالشكر تزيد النعم ويدوم التوفيق. الشاكر لله عز وجل سيعطيه الله نعمة أخرى ويوفقه لعمل آخر إذا كنت في نعمة فرعها. فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. احذر أسباب الخذلان، احذر الخيانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. احذر الحسد، احذر الغيبة، النميمة، الكبر، هذه الأمراض التي تبعدك عن التوفيق وتجلب لك الخذلان. ما الذي ينتظره هؤلاء؟ أي مكافأة ينشدون؟ هل سيجدون ثناء وتمجيدا وتوفيقا؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا طالما أنه مارس أسباب الخذلان التي تبعده عن التوفيق. وإياك والمعاصي، إياك والمعاصي، فإنها تحرم الإنسان من التوفيق. فإن الإنسان إذا ترك أمر الله تبارك وتعالى وتعالى وطغى، فإن الله تعالى ربما يحرمه خيرا عظيما وينكس قلبه. قال ربنا جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما لم يؤمنوا أول مرة، لما عرض الحق عليهم أول مرة تجهموا له وتركوه، فإذا بالله تبارك وتعالى يغلق قلوبهم ويمنعهم الهداية كلها. ولذلك كان بعض السلف يقول للحسن البصري وهو من العباد، قال: يا إمام، ما لنا حرمنا قيام الليل، لماذا لا نقوم الليل كالعباد؟ فنظر إليه ثم قال: كبلتكم ذنوبكم. يوم أن تحرم من رزق أو تحرم من طاعة اعلم أنها بمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليحرم من الرزق، ليحرم الرزق بذنب يصيبه. ومن أسباب توفيق الله جل وعز التقوى. قال جل وعز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فهو حسبه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهنا تستجلب توفيق الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم الناس توفيقا هم الأتقياء الأنقياء الذين اتقوا الله عز وجل. نعم، لتذوق طعم التوفيق كل الله تقيا، واستمع إلى ربك ومولاك وهو يذكرك بأن أولئك الذين اتقوا سيأتيهم خير الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يأتيهم خير الدنيا، وإذا نزلت بهم مصيبة تفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا عاش مع التقوى سيعطيه الله عز وجل علما وإيمانا ونورا في قلبه. واتقوا الله ويعلمكم الله، وإذا اتقى الله سيحبه الله، لأن الله يحب المتقين. فإذا أحبه كان توفيقا له في كل أمر صغير وكبير. إذا لنسأل الله عز وجل التوفيق، ونتعلق بقلوبنا لله رب العالمين، ونقبل على الطاعات، ونجتنب المعاصي التي تجعله يغضب علينا سبحانه وتعالى، ونكن من عباد الله المتقين، لنعيش موفقين بفضل رب العالمين. اللهم وفقنا لخير الأعمال وأحسن الأقوال، ووفقنا لما تحبه وترضاه في الدنيا والآخرة، واجعلنا في زمرة الموفقين، واجعلنا من الذين يثنون عليك يوم القيامة أن هديتهم للإيمان وجعلتهم من عبادك الموفقين. أنا من خوف الوعيد في قيام وقعود، كيف لا
خوفا وعلى النار ورودي. كيف جحدي ما تجرمت وأعضائي شودي؟ كيف إنكاري ذنوبي أن ترى كيف جحودي؟ وعلي القول يحصى برقيب وعتيدي، وعلي القول يحصى.